الصحفي غير قبل ما نبداو قبل ما نرحب بكم لا مدة اليوم بشوف واحد دقيقة صمت وطرحوا من وكذا طرحوا من على السيد حسن العصوف فقيد ديال الأسرة ديال الحسنية يا تفضلوا قرأوا عليه فتح شو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الله يرحم هذاك الرجل. أولا مرحبا بالجميع بجميع الحضور الصحفيين أولا بعد المنخرطين لائحة لأنهم اعتبروا منخرطين الصحفيين جميع الحضور كل باسمه وصفته غير ما سمحتوا لي قبل ما نعطي السي أمين الدور وكيل اللائحة المترشحة لرئاسية الجمعية الرياضية لحسن أكادير لا بد من ندير واحد التوطئة علاش درنا اليوم هذا اللقاء أولا تعلمون جيدا بأن نحن كنا نسير مدة 4 شهور في المجلس المديري السابق اللي تولد عن لائحة توافقية دائما كنا نرى مصلحة الحسنية في هذا الأمر هذا اليوم إذا كتلاحظوا مجموعة ديال الإخوان بما فيهم أنا درنا لائحة أخرى أولا للقناعة ديالنا التامة باش ما نخلوش تشريف الضيف ما معنى الضيف هنا لا أوجه كلامي لأي أحد الحمد لله احنا كلنا خوت والهدف ديالنا هو الحسنية وإنقاذ الحسنية الحسنية اليوم تمر بظروف أنتم تعلمون بها جيدا لا أغوص في ثناياها غير المسألة الثانية هو القناعة الشخصية القناعة ديال الإخوان اللي درنا يعني دور كوكيل لائحة لأن هذه القناعة كانت قبل إذا كنتم رجعتوا ملي كنا درنا واحد اللائحة خاصة بهذه المجموعة هذه بإضافة الإخوان الآخرين قناعة علاش؟ قناعة لأنه إنسان أولا مشروع اللي اطلعت عليه اشتغل عليه هذا الرجل 10 سنوات باش نكونوا واضحين 10 سنوات ديال الاشتغال ديال هذا المشروع أنا شخصيا كانت عندي قناعة إن شاء الله للنجاح في حالة ما السادة المنخرطين وضعوا الثقة هذه المجموعة هذه وراه الدوام لله راه الحساب دائما كيكون راه الانسان كيشتغل وكيدير الجمهور العامة هذاك هو فين كتبان واش انتوما كنتو في المستوى ولا ما كنتوش ان شاء الله نتمنوا الخير انا بالمجمل هذا هو الكلام ديالي الى سمحتوا لي نبرر الكلمة اولا غير قبل ما نعطي السي امين دور اولا هذا لقاء صحفي الله يخليكم إذا رديتوا حتى في البلاغ اللي صغناه كنقولوا باش نعطيكم الخطوط عريضة لأن هذا المكان يعيد نفسه كنا درنا البرنامج هذا اليوم غادي نعطيكم الخطوط العريضة وغادي نخلي الكلمة لوكيل لائحة شكرا لكم شكرا سي رشيد أولا الدوري ترحب بكم ترحب بالإخوة المخرجين بالإخوة الإعلاميين هذه لأنها فرصة ثانية باش نعاود نعطيو خطوط عارضة للبرنامج ديالنا كما سبق شرطي السي رشيد الطاح البرنامج كنا عطيناه التفاصيل ندوى الصديقة في هذا المكان النيف كما فيه انتم تعرفوا بأنه وغاية الحسنية الآن في الوقت الحالي هي وغاية صعبة وكما قال السي رشيد الطاح المشروع اللي حنا بنا عليه عند جماعة الأشخاص اللي كانوا معنا في المكاتب السابقة
كان عندي واحد المشروع اللي هادي 10 سنين وكنت نتمنى باش نحطو على 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 وجود. كنظن بانه الان حان الوقت باش الحسنيه نقول اش هي الحسنيه اللي بغينا بغيناها تكون ونحطو على ارض الواقع كاع هذاك الكلام اللي كنا تنقولو في المغرب. وكنظن بانه عندها المقومات وهذه المجموعه عندها المقومات باش تحتضن المشروع. لان غتكون مساله صعبه لانه الحاله اللي تعيشها الحسنيه اليوم ماشي سهله. جميع الجوانب لا اقتصاديا لا رياضيا ولا في الهيكله ديالها. اذا حنا بالنسبه لنا هذا المشروع اول حاجه خصها تكون عندنا واحد الحكمه قويه وثابته. كما راه شفتوا التخبطات اللي عاشها الناس مده سنوات والمشاكل اللي تتواجد فيها النادي لا بالنسبه للناديه ديالو لا بالنسبه للشق الرياضي. الشق الرياضي اللي تنمدو منذ زمان لانه خصو يتهيكل عبر كفاءات اللي هما خصهم يشغلوا المناصب باش الشق الرياضي يتكال. اذا ستكون اعاده هيكله ديال الشق الرياضي باكمله. باش نقولوا اعاده الشق الرياضي باكمله تنهضروا على التنصيب مدير رياضي اللي غيتكلف اولا تحقيق الاكاديميه الحسنيه عندها واحد السمعه كانت تنتج مواهب وتطلعوا حتى للفريق الاول. ومع الاسف راه انتم شفتوا النتيجه اليوم راه كاين ارقى حتى بالنسبه للتكوين. ربما كاين جوج تاع اللاعبين اللي كاينين في الفريق الاول ولكن مع الاسف هذا الشق اللي دخل فيه التكوين ممكن واحد النقص كبير. وفي هذا الشق الرياضي حتى هو المدير الرياضي تكلف كل ما يخص نقيب على المواهب. وهذه المواهب راه تبارك الله راه كاينين في الجهه ديالنا. وكيفاش هذوك المواهب غادي نلقاوهم؟ عبر الشراكات اللي غنشوفوها مع النوادي اللي كاينين في المنطقه ديالنا. الانديه ما نفتحناش عليهم. تنلاحظوا بانه كاين مشاكل عده مع الانديه اللي خصنا نكونوا معاهم نعملوا يد في يد. الحسنيه تعتبر قاطره ديال الانديه اللي كاينين في الجهه ديالنا وخصنا هذوك الانديه هما اللي يدعمونا باش نجيبوا هذوك اللي بيبيت هذوك الفئات الصغرى اللي غيطعموا في المستقبل الفريق الاول. وان شاء الله يطعموا الاكاديميه حتى يجي. ومعلوم خصنا ولد نقربوا النادي للجمهور بطريقه مستدامه. وهذيك الطريقه مستدامه شنو هي؟ التواصل. ونقولوا الحقيقه ما نكذبوش على الجمهور من الاول. نعطيو التصور ديالنا من الاول نسطروا الاهداف ونقولوا لهم هذه كاينين اليوم. ما نقولوش بانه حنا خارجين من الازمه وغادي نلعبوا على الشامبيون ولا نلعبوا على مراتب متقدمه. ما نبقاوش نعطيو وعود كاذبه. خصنا نخرجوا بواحد التصور اللي هو يكون عقلاني والتصور يكون هو معقول اللي غادي نحكوه واحد خريطه الطريق هي داينا على المدى القريب هاش غنديروا على المدى المتوسط هاش غنديروا على المدى البعيد هاش غنديروا. وانا كنت نقول لك كاع الاخوه اللي كاينين معايا في اللائحه كيقولوا لك كنا جايين اليوم راه جايين واحد المهمه اللي صعبه جدا وماشي حنا اللي غنجيو ديال الثمار ديالها. حنا غادي نجيو باش نعملوا ونحاولوا نقدوا النادي وخصوصا الفريق الاول اللي تتواجد اليوم في وضعيه صعبه ونقدوا النادي ونحطوا واحد خريطه الطريق اللي هي معتمده على الهيكله. وان شاء الله بعد واحد السنوات المدى البعيد راه ماشي حنا اللي غادي نجنيو الثمار. اذا ما تسناوش بانه الناس غادي يشكرونا حنايا. حنا غادي يكون ان شاء الله جهود خفاف والضمير ديالنا هو اللي يحاسبنا بالذات. هذا هو الطريقه اللي غادي نستعملوها بالنسبه للخدمه اللي غنديروا فيما بعد. النقطه الخامسه خصنا نمكنوا النادي من واحد التوازن مالي مستقر. هذه نقطة الضعف ديال الحسنية. نقطة الضعف ماشي بالنسبة ماشي من الناحية بأنه الحسنية ما عندهاش موارد مالية. عندها موارد مالية. ونقول لكم كذلك لكم بأنه راه الحسنية ما تطفرش على موارد مالية كافية ولكن لا تدبر بطريقة عقلانية،
لا تدبر بطريقة اللي فيها الحكمة الجيدة وإرشاد نفقات. إحنا الحمد لله كما عرف الجميع عندنا واحد مستشار وداعمين مؤسساتيين اللي دفعوا بحسن قدام ودخلوا أموال كبيرة هذه السنة وقفوا معنا باش نديروا الهيكلة ديال النادي بالنسبة للترشيد المالي وترشيد النفقات. مع الأسف الوضعية الحالية ما نبشر في الخير لأنه الشق الرياضي كان هو التخبطات وما استطعناش باش نواكبوا هذا التصور اللي وضعناه في بداية السنة مع الداعم الأساسي الداعم ديال الفريق الأول ومع المؤسسات الحمد لله واضعة الثقة في النادي وتدعمنا مزيان. ولكن اللي ما ننساش هو أنه خصنا نقربوا على موارد أخرى. إذا كان اليوم الداعم الأساسي ديال النادي دار ثقة في النادي ودخل أموال كبيرة ومؤسسات تدعم النادي راه واحد الوقت ربما هذوك المؤسسات غادي يقولوا هذوك الأموال كما تنقولوا على المال العام واحد الوقت تمشي لجوايا أخرين. إذا خصنا النادي يبقى على رجليه بوحدو وباش يبقى على رجليه بوحدو خصنا ننتجو خص الإنتاج. أشنا هو الإنتاج؟ سوق النادي. باش تسوق النادي خص ولد تتعاود هيكل وتقادها باش إعادة الثقة وإعادة الثقة في النادي وفي المكونات ديالو باش تمكن لك تسوق واحد المنتوج اللي هو غيكون استثمار بالنسبة للمستشار. اليوم إلا غتمشي عند المستشار باش غتمشي عنده؟ مشي عنده بالمشاكل المالية اللي عندك؟ مشي عنده بالهيكل الهشة اللي قال ما كاينة؟ علاش الثقة؟ إذا من الأساسي أول حاجة اللي غادي نعملوا عليها هو الهيكلة ديال النادي باش من بعد نقدروا نسوقوا الحسنية إن شاء الله. النقطة السادسة توسيع قاعدة المنخرطين ومتابعة سوية وضعيتهم. عيب وعار باش اليوم يكون الحسنية ما يلا تقريبا واحد 70 منخرط ولا شوية أكثر ماشي معقول وهذيك 78 منخرط الوضعية ديالهم كاع ما مسوية بزاف منهم ما مسوياش. خص يكونوا معايير اللي باينين لأي واحد عنده الحق باش يكون منخرط في الحسنية. ما نبقاوش نعتمدوا على الزبونية ماشي اللي جا لا في القانون الأساسي تيقول لك بأنه رخصة ورا واحد جوج تاع الإمضاءات ويدخل ومشقات ليه. اسمح لي حنا بالنسبة لنا عازمين على أنه باش نفتحوا باب الخيرات معايير اللي احترم دوك المعايير مرحبا به لأنه غتكون إضافة للحسنية والحسنية غتقوى بالمخالطين ديالها وبالجمهور ديالها. سابعا رقمنا الرقمنة ديال النادي كيتمكن كل جماهير التواصل مع النادي وهذاك التواصل اللي غادي إن شاء الله هذا الرقمنة اللي بغينا نخرجوها عما قريب. ما يمكنش أنا نتسنى المعلومة تجي لي من شائعات تجي لي من صفحات فيسبوكية وما جايش من المصدر. خص الجمهور ديالنا يقدر يطالع المعلومة في دقيقة فاش تكون تخذ لا ديسيزيون تخذ هذا القرار ولا شي معلومة ديال الشق الرياضي الشق الاقتصادي والشق المالي يقدر يطالع عليها مباشرة عبر واحد التطبيق اللي غادي نحطوه ان شاء الله. ثامنا استقبال الجماهير بسلاسة في المركب الكبير تاع اكادير. هذه اشكالية كبيرة وتنعرفوا داكشي اللي تيعانيو الجماهير تيعانيو الامرين باش يوصلوا لذاك المركب. دونك خص تمكينهم في متابعة فريقهم في ظروف جيدة وبدون متاعب بالتنسيق معلوم مع الجهات الرسمية والأخصائيين. راه هادشي ولا هاد السلاسة باش يخرجوا باش تنظم الطريقة ديالو باش تنظم داخل الملعب راه هادشي علمي. راه الأخصائيين هما اللي خصهم يتكلفوا بهاد العملية هادي ماشي من جاء ودم اللي يقول لك لا أنا غادي ندير هاكا ندير هادي لا بطريقة علمية وهادشي تنسيق مع الجهات الرسمية ديال المدينة ديالنا. هي مولاة الشركة واضح 95% لأنه علاش 95% علاش 5% لأنه القانون تيلح بأنه هادوك اللي متواجدين في مجلس الإدارة خصهم عندهم تكون عندهم على الأقل واحد السهم. هادشي علاش كاين يكونوا حتى في مجلس الإدارة عندهم سهم 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 واحد و 95% هي ديال الجمعية. الشركة مكلفة بالفريق الأول ف
فقط، التدبير تاع الفريق الاول فقط. ما يمكنش نمرروا الكرام وما نشكرش اولا الجمهور العربي ديالنا في الجزائر اللي تيسالوا تيواكبوا وتدافع على الحسنيه، ماشي تدافع على الاشخاص ولا تدافع على طرف ذاك الطرف، وصبروا بزاف وتيستحقوا نقولوا لهم الحقيقه وتيستحقوا نجلسوا معاهم ونعطي واحد الخريطه الطريق واحد التصور يكون هو واقعي، ما نكتبوش عليهم ونعاود ناكد عليها ولا بدا نعطيو واحد الصوره حقيقيه للحسنيه. وحنا كما كان الحال كما قلنا في الاول وقال السي رشيد، هادو غير خطوط عريضه على الاستراتيجيه اللي دايرينها اللي جينا بها من النهار الاول. وحنا ان شاء الله غادي ندعيو الصحافه والمخرطين وفاعلين اقتصاديين واساساتيين باش نسردوا المشروع تنموي استراتيجي تاع النادي ان شاء الله الى داروا فينا الثقه المخرطين يوم غد، وغنسهروا على الطريق ديالو مع طاقم عمل اللي كما قلت حنا خصنا المكانه ديالنا شنو هي؟ هي نوضعوا استراتيجيه ونديروا الرقابه اللي غيخدموا هما الناس المؤهلين كل واحد في المسلك ديالو. راه باش تقول بان مدير رياضي خصو يكون، خصو يكون لانه ممنوع على الرئيس ولا ممنوع على شي واحد من الاداره يمشي يدير ريكروتمون يدير الانتداب، ها هما التخبطات اليوم لانه ما عندناش واحد الخليه رياضيه. اذا راه غادي واحد الهيكله ان شاء الله غيكون مدير عام وغيكونوا طاقم عمل اللي غيسهروا على التطبيق تاع هذاك الاستراتيجيه ديال ان شاء الله هذه المجموعه اللي غادي ان شاء الله وغتفعلها على المقاري. وشكرا. شكرا سي امين دور وكيل اللائحه. اذا سمحتوا لي ندوز الكلمه للسي رشيد خيال، رشيد خيال عضو من اعضاء هذه اللائحه فليتفضل. شكرا لكم. السلام عليكم، تحيه للساده المخرطين الساده رجال الاعلام. كان عضو اقل معرفه عندكم ما تعرفونيش، ولكن ان شاء الله غادي تكون فرص اخرى. اه تعرفوني مازال باش ان شاء الله تعرفوني من خلال العمل وليس فقط من خلال المعرفه السابقه. اسمي رشيد الخيالي، انا ترجمان محلف ومترجم مؤتمرات، هذا هو العمل ديالي. كنت كنفكر فقط في المشاريع الاضافه اللي غادي نزيد، لان تبارك الله فيها ناس اللي عندهم تجربه عندهم كاريزما عندهم يعني قوة كلمة إلى آخره، ولكن أنا شنو غادي نزيد؟ أنا شخصيا غادي نسهر على أنه تكون الحسنية كما جميع المؤسسات، كما كانت المؤسسة سي فتحاوي غادي نفضل سيدنا كما كانت المجموعة، أي مؤسسة خص يكون عندها رؤية ومهمة فيزيون ميسيون. حنا عندنا الرؤية ديالنا كمجموعة اللي إن شاء الله مرشحة باش تقود سفينة ديال الحسنية، أنه يكون عندنا الانتقال من المحلي إلى الوطني إلى القاري، هذا هو المهم عندنا، نركزوا رجلينا محليا، تكون الحسنية يفخر أي واحد من المنطقة أنه يفخر أنه من القميص ديالها، هذه أول حاجة، ما غاديش نقبلوا مستقبلا أنه يكون شي لعاب يبان في اي منطقه من هذه المناطق ديالنا وغادي يجي الحسنيه ونخليه هو الاخر، ما نديروش ليه كونترا ونديرو كونترا واحد اخر جا تو سويت، لانه سابقا داكشي اللي كان كيوقع كيجيبو تيقولو غيترينا مع الحسنيه ومن بعد غنشوفو معاه. حنا دابا خصنا انه مادام غادي نهيكلو الفريق خص يكون عندنا هذا المساله انه لوكال ناسيونال كونتينونتال، هذا هو المهم عندنا يعني كرؤيه ديال النادي. بالنسبه لاميسيون الان المهمه ديالنا الاساسيه وكما قالها سي امين دور، راه المهمه الاساسيه دابا فورا هو انقاذ الفريق، بقى في واحد الوضع لا تقصد عليه. والحاجه المهمه الثانيه هو الهيكل، راه هضر سي امين على الهيكله الفنيه يعني التقنيه والهيكله الرياضيه والهيكله الماليه والهيكله التنظيميه، هذه كلهم
امور اللي خاصنا نوقفوا عليهم. ما غاديش نطول عليكم بزاف لانه النقاط المهمه راه قالها الاستاذ امين دور. انا فقط على سبيل البسط، سي امين دور منذ 10 سنوات هو كان دائما كيطلع هكا وكيقول انا راه يستافيكم رجل رشيد. دابا راه عنده رشيد على اليمين ورشيد على اليسار. شكرا سي رشيد. الا سمحتوا لي احنا اليوم اش كنديروا؟ اليوم اولا انتم تعرفوننا جيدا ونحن نعرفكم جيدا. الاساسي هو غدا ان شاء الله نتمنى ثلاثه نقاط اللي مهمه ومهمه جدا في اللقاء ديال اتحاد الرجاء. اهم من الجمل مع العام ومخرج الجمل العام، انا بالنسبه لي اهم هو القاء الفريق اليوم. إذا سمحتوا لي بعد إذنكم نقلص لائحة ديال التدخلات باش ما ندخلوش في واحد نكون شوية، إذا سمحتوا لي واحد ثلاثة تدخلات حاولوا تغطوهم لينا. سي العمال كاين قيد سمح لي هذه ندوة صحفية؟ لا ماشي ندوة، هذه هذا لقاء صحفي. هذه سان بوان دو كونفيرونس. غير غير ثلاثة التدخلات. اسمح لي ما كاين مشكل، وخليني ميتريزي دابا. انا اللي دابا هنا شاد، انا هو الرئيس دابا هنا في هذه الجلسة إذا سمحت لي. حنا أنا قلت بعد إذنكم أنت عطيتيني مقترح ديال بغيتو نديرو ثلاثة أربعة، كل ما بغيناش نخلصو المفيد راه علاش قلنا هذا اللقاء هو نوصلو. واخا الناس كتعرفنا ولكن باش نوصلو كذا، إلا كاين شي اختراع آخر مرحبا أنت سمع الاقتراح ديالك. شنو قول سي فتحاوي لأن جبت قبيلة سي إبراهيم قولي. إذا نديرو واحد أربعة الإخوان الله يخليكم. لا الله يخليك وكون متعاون وكون متعاون معنا الله يخليك. الرأي العام كيطرح تسئلة ما كاين حتى مشكل. هذه هي الفرصة باش ما تخليوش. لا تا الفندق، أنا كمدير ديال الفندق راه عندي التزامات تماما. شوف السي بغيت غنجاوب السي الاسم سي الحسين إلا سمحتوا لي كاع. سي الحسين أولا حنا اليوم اش كنديروا؟ حنا مقبلين غدا إن شاء الله على واحد الجمع مع 10 صباحا ياك. أنا أعدكم باسم أعضاء اسم الرئيس بأنه إن شاء الله نسالوا جمعنا نديروا فينا انتقاد ونعاودوا إلى نطرح وموجودين ونجلسوا الأسئلة ديالكم بكل أريحية. نسوا حتى ثلاث أيام أربع أيام جميع التساؤلات ديال الشارع اللي كيهمنا وديال الجمهور وديال جميع المتتبعين الشأن ديال الحسنية. حنا مستعدين غير اليوم اختصارا للوقت باش ما نبانوش. قال لك كيقول واحد المثل خير الكلام ما قل ودل. اذا سمحتوا لي اسمح لي السي الرئيس، واخا انا نتفضل ما عنديش علاقه لا بالمنخرطين ولا بالصحافه، لكن كمؤسسه اللي محترمه خديت السي مصطفى اسمح لي ودي حتى البلاغ اللي مشى للسلطات المحليه راه جد محدد التوقيت. داكور شكرا. ولا اتحمل مسؤوليه شي حاجه خارج التوقيت. شكرا. اذا السي عطوني اربعه ديال الاسماء الله يخليكم نقيدهم. يلا اربعه الله يخليكم. بسم الله السي حسين فساس. حسين فساس السي شكون؟ بلاتي عفاكم حسين. حسين فساس السي فتحاوي. فتحاوي عزيزي السي العلالي. شكون سي حميد؟ سي حميد جو هادي عجيبه لنا. وسي العمال كي نزيدوه الى زدتو على خاطركم قيدهم. شكرا لكم. تكون لائحه ثانيه؟ لا لائحه واحده الله يجزاك كل واحد شويه. تفضل سي حسين. مساء الخير. شكرا على الدعوه. قبل عام تقريبا وهنا في هذه القاعه كنتم
برنامجكم لتولي شؤون نادي الحسنية ودافعتم عليه باستمادة. ونهاية القصة كانت بتقديم لائحة توافقية أثارت الكثير من الجدل واللغط في الحكومة وقت ذلك. وفي الحقيقة المكتب المشكل حينها حمل معه كما الوحيد أسباب فشله، والنتيجة راك تعرفوها بأنه تم إسقاط المكتب وانسحاب أعضاء منه، نتيجة كل شيء كيعرفها. السؤال المطروح الآن، هل الحسنية اللي بغيتو بناء على شعار واللي بغيتوها الجماهير الوفية، واش غادي ديروا باش تكون وسيلة تجميع وليس تشتيت؟ الآن اللي مطلوب من هذا المكتب وكنظن بأنه فرصة كبيرة باش غادي تسيروا، واش غادي تكونوا وسيلة تجميع وجعل كل المكونات الحسنية من منخرطين غاضبين وجماهير متوجسة تلتف حول الفريق. النقطة الثانية، وسمحوا لي على الإطارة، الإعلام المحلي كما لا يخفى وهكذا شغل الحسنية، وفي أكثر من محطة عبر عن مهنيته وتجرده، إسهاما في تجويد منتوج الحسنية. والسؤال، كيف سيجعل دور وفريقه الإعلام المحلي؟ هل سيجعل دور وفريقه الإعلام المحلي كشريك حقيقي وليس فقط قناة لتصريف بعض المواقف، وبدل ذلك اللجوء لوسائل إعلامية خارج المدينة والجهة كلما تعلق الأمر بخيارات استراتيجية؟ وشكرا. تفضل السي حوي. شكرا سي رشيد، تحية الإخوان، تحية الزملاء الصحفيين، الحضور الكريم. عندي جوج أسئلة باختصار شديد. واش اليوم ما كنرجعوا للسنوات ديال 8 سنوات؟ كل ما كان التوافق هو اللي جرى 8 سنوات على سلسلة الحسنية لهذ المسألة، وهذا النقاش كان مع وكيل اللائحة أكثر من مرة، أنه هذا الشيء اللي وصلتوا اليوم هو التنازل ديالكم والتوافق ديالكم ديال 2016. النقطة الثانية، بالنسبة للائحة ديالكم ما ضمنتش بعض الأشخاص اللي استقلوا هذيك النهار وكانوا سبب في إقالة الرئيس السابق سيدينو، أنه كنلقاهم في اللائحة الأخرى. النقطة الثانية. النقطة الثالثة، سؤال مباشر ايضا، واش عندكم دعم ديال المستشارين والحاضرين ديال 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 اكادير؟ واخر سؤال استسمح، هو التصور ديالكم كاين يمكن ما يقال انه كاين تشنج بين اللائحه ديالكم والجمهوريه الحسنيه، كيفاش كتشوفوا العلاقه ديالكم مع الجمهوريه الحسنيه؟ شكرا. شكرا. إذن أزول تنسيوين تنهدادو ممكن على خير حمد ضرور تنين يزودون إلي يزودون إلي حضر غير لعليك وسطين إلى غماسن. إذن بداية شكرا على اللقاء الإعلامي من أجل تقديم البرامج. بطبيعة الحال هذا القطاع سيكون قدمتم برنامج ديالو الانتخابي مجموعة من الأمور اللي ممكن على حسب البرامج ديالنا تمشي ناحيتين قدام، ولكن قدر الله ما شاء فعل كما كنقولوا كنقولوا لها دور اليوم جيتو في نفس القاعة وكتقدموا لنا الخطوط العامة ديال البرنامج ديالكم. شنو هذا البرنامج اللي أصلا كنتو في المكتب الماضي مع سيدينو؟ شنو هي واش هذا البرنامج اللي خدمتو لكم يعني ديروه على أرض الواقع وأنتم كتسيروا داخل المكتب السابق؟ واش كانت هناك علاقة؟ واش علاش؟ واش ما قدرتوش أنكم تفرضوا هذا البرنامج ديالكم اللي جبتوه ودابا اليوم غادي كيجيبوا لنا هذه اللي فيها الخطوط العريضه يعني في الولايات السابقه. طيب اليوم كانوا جوج لوائح يقال، ومن خلال نقول الحضره لانه اللائحه الاولى يعني كتنسحب، واش ممكن نقولوا ان اللائحه ديالكم ولا غادي تكون غدا في الجمع العام
واش سي بينيفيك ولا ربما ان كتشوفوا ان الطرح ماشي في صالح اللائحه اللي تكون ولا في صالح فتح السلام عليكم والتحية للحضور الكريم بطبيعة الحال الزملاء والزميلات الصحفيات والصحفيين حاضرين في القاعة وكذلك المنخرطين والتحية للسي أمير بروكي زائحة والسي رشيد وكذلك الأستاذ على الأضواء المقدمة. أنا عندي فقط بعض الأسئلة باش نكونوا موضوعيين وحياديين كما هضرنا في الندوة السابقة، يجب أن نكونوا محايدين وموضوعيين ونهضروا لأجل الحسنية. الكل كيقول بأن فعلا حنا الحسنيه وكل شيء بغينا الحسنيه، لا هذه اللائحه ولا تلك اللائحه، وبالتالي نحن ما عرفناش النوايا يعلمها الله، ولكن في الاخر مما سمعنا وما عرفنا حنا كنامنوا بكم وكنتمنوا لكم التوفيق باعتبار اليوم لانكم لائحه وحده، وبالتالي من هنا كنقول لكم هنيئا لكم الجمعيه باعتبار ان اللائحه وحده اللي كاينه، وبالتالي انتم اللي غادي تكلفوا بتسيير الجمعيه. عندي فقط واحد السؤال، لان كاين واحد الضغط وكاين واحد الجمهور كيقول اشياء وكذلك باعتبار ان السي وكيل اللائحه امين دور كان نائب الرئيس مع سيدي في هذه الفتره وكذلك كان عضو بالشركه، وبالتالي انا اتحمل السي امين دور، بغيتك باش تعطي لان الناس كيتسائلوا، بغيتك باش تعطي وتبرر على الاقل الذمه ديالكم السي امين، كيفاش علاش الامور اللي دارت وهاد الاخطاء اللي داروا واش ما كانش تساهم فيها السي امين كما قلنا نفس السؤال الاخوان البارحه، وبالتالي يجب تبرئه الذمه ديالكم باعتباركم انكم واحد. وبغيت واحد السؤال باعتباركم ان واخا غير قانونيا انتم اللي مسؤولين على اللقاء ديال يوم السبت غير قانونيين، ولكن اخلاقيا والتزاما بالفريق ديال الحسنيه اشنا هي اهم الخطوات اللي درتو باش تجيبوا هذه النقاط، لان فريق اتحاد طنجه كنعرفوا الانتدابات اللي داروا كنعرفوا بان لو ديكليك ديال الحسنيه هو اتحاد طنجه، لان المقابله الجايه غتكون مع مولوديات وجده، وبالتالي اشنا هي الخطوات اللي درتو وفين وصلتوا باعتباركم السي امين انت اللي كتسير الشركه، واش وصلتوا لشي قرار مع سي باكيتا او ليس بعد؟ شكرا. شكرا، تحية للجميع، بدوري اشكركم على هذا الدعوة، طبعا انا حضرت اللقاء ديالكم السابق بدو هذه واحد الشهر، كان طبعا كنتوا طرحتوا لي واحد البرنامج ديالكم شرف برنامج انذاك، وكان كل سنه كان برنامج مشجع برنامج طموح، لكن ان شاء الله تقدر ان يكون هناك توافق، والتوافق تبين من بعد. انا كنت طبعا مع ذاك المشروع اللي كنت قدمته سلفا، جا التوافق شخصيا ما كنتش مع ذاك التوافق، كانت الامور نظري كتمشي في منحى اخر، يعني الديمقراطيه اللي كتقدموا البرنامج واللي ساتت عليه الجمع العام، المهم هذا الشيء اللي سي باسي اون يغوفيان بلو. كنظن بانه هذا البرنامج هو مشروع، هذا المشروع البرنامج اللي كاين اللي غادي تقدموا دابا هو فكرته قدمته مؤمن به، هو صالح للسنه المقبله. الان كل يعني المجهود اللي خصو يكون هو كيفيه انقاذ حسنيه من الورطه اللي كاين فيها. طبعا كما قال السي رشيد كاين عندكم رؤية وعندكم مهمة، اون فيزيون اي اون ميسيون، صحيح، ولكن الان انا كنعتقد بانه المهم خليو داكشي كان العمجي، اللي مهم الان هو الحسنية فقط، ما يكونش المصير ديالها هو مصير ديال الطرق الكبرى، بحال الكوكات بحال فريطران كناس واحد المجموعة ديال المدن المغربية الكبرى اللي أصبحت الآن في خبرك ماذا تستطيع إلى آخره. انا اعتقد بانه اللي خصني تركزوا عليه الان هو كيفيه انقاذ حسنيه، جميع المجهودات تصب في هذا الاتجاه، بطبيعه الحال الامور الاخرى خصها من بعد، ما دابا خص فقط نجو وشكرا.
شكرا على هذه الاسئله. ليتنظر بان خصائص التساؤلات ديال الاعلاميين الاشقاء ولا الجماهير اللي تنتظروا بعض الاجوبه من خلال هذه الاسئله الطرح. اذا السي الحسين طرح جوج الاسئله قلتي على اساس واش غادي نجمعوا بين المنخرطين وتكون عائله وكذا. هذا هو الهدف الثاني ديالك، هو انه كما شرحت في المقدم راه التشنجات اللي واقعين في الحسنيه راه هما اللي ما خلاوش المنخرطين يتجمعوا وتكون واحد الرؤيه واحده. حنا كنا تنددوا بقله التواصل والانعدام التواصل مع المنخرطين، وهذا الشيء يجعل بانه الامور مع المنخرطين ما تمشيش هذاك الشيء اللي كنا باغيين من الاول. اذا التواصل مهم باش نوضحوا الرؤيه ديال المنخرطين ونوضحوا الرؤيه ديال الجمعيه الاعلام جمهور باش تكون عائله وحده واسره وحده اللي هي حسنيه الاكاديميه. معلوم الاعلام المحلي غيكون كشريك لانه يضغط على التواصل، اذا ذاك التواصل تيبدا من الاعلام المحلي. وحنا تنواعدكم هذا الالتزام على اساس باش يكونوا لقاءات منتظمه وغادي نطلبوها كل ما تطلب ذلك، ولكن غادي نكتب واحد التاريخ على واحد المده اللي غادي نعقدوا فيهم، اما الندوه الصحفيه اما لقاءات اعلاميه اللي كنا دفرنا بحال كما شفنا اليوم باش نعطيو بعض الامور ما يكونش اللغط في المعلومه. سي فتحاوي ضربتي على التوافق اللي كان من اهالي مسلمين. التوافق ما كانش ديال المسلمين، التوافق كان غير هذا الخير، ما كانش في 2015 ما كانش توافق، كان واحد المكتب مديري اللي كان تيسير النادي، وانا كنت في ديك الساعه انا وبعض الاخوه اللي كاين معايا هنايا، كانت التوجه ماشي نفس التوجه اللي كان عندنا مع الاخوه اللي كانوا معنا، وحاولنا نقنعو وانسحبنا وخلينا الامور تمشي حتى لهذا الجهه العام اللي دخل لك الانتخاب. بالنسبه للدعم للمستشارين تنظن بانه راه المستشارين والمؤسسات راه تيدعموا الحسنيه ما تيدعموش الاشخاص، التوجه ديالهم راه موجه للحسنيه، موجه لاشعاع الحسنيه ماشي موجه للاشخاص ولا اللائحه الثانيه ولا الفئه الثانيه. حنا ما عندنا شك بانه هاد المستشارين والدائمين الاساسيين غادي يبقاو مع الحسنيه في هاد المنحه، وحنا تنواعدوا بانه رقمنا اتصالات اخرين باش نزيدوا القوه ونزيدوا من المستشارين والداعمين بطريقه اللي هي علميه، ماشي غادي نمشيو باش نطلبوا، ماشي تنقولوا عاونوا الفرقه، لا، رصدت في هاد المقال انه راه غادي نقادوا واحد الهيكله اللي غتحول الحسنيه باش نسوقوا المنتوج ديال الحسنيه ونحاول نقنعوا المستشفيات باش يستثمر في الحسنيه عبر ديك القصه اللي غادي يعطيها. الجمهور التشنج ديال الجمهور في الاعلام وهذا الشيء تنفهموه، الجمهور متشنج لانه ما عمر كان الوضوح معاه، ما عمر كان التواصل، ما عمر قلنا ليه الحقيقه، ما عمر عطينا ليه التوجه ديال الهدايه. اذا هذا وعد وهذا الشيء شنو يمكن؟ كيدير نتيجه رياضيه اللي هي غير مقنعه، وفعلا الجمهور اليوم بغى يفرح بالفريق ديالو، بغى يمشي للملعب احسن الظروف، خص كل مقابله يكون حافز، ماشي غير قادز برا باش يوصل تما والوحيد اللي عندنا عرفتو كي داير، وباش يمشي تما ما تيلقاش الاداء مزيان، وكاين واحد الغموض في الطريقه باش يتسير النادي، لا، خص يكون واحد الانفتاح على الجمهور ديالو، خص يكون واحد التواصل دائم مع الجمهور. وبما نقول تاكد على مره اخرى تقال الحقيقه للجمهور، نوضعوا في الصوره الحقيقيه، وهذا هو الهدف ديالي. سي العلالي هضرتي على العراقيل في الولايات السابقه، اش تقصد العراقيل سي العلالي في الولايات السابقه؟ يعني عندك في السابق ودازوا نفس البرنامج، شكون اللي منعكم انا نقولوا البرنامج اللي عندكم انتم كبرنامج؟ مزيان
ديال هذا السؤال تي نفس السؤال تقريبا ديال السي خالد بالنسبه للاخطاء اللي كانوا دونك غادي نجاوب عليه في نفس الوقت. لا الاخوان وانه راه اللائحه التوافقيه راه كاين ناس علانيه صادقه وحسنه لانه حاولنا نجمعوا الشمل الحسنيه كما قال السي حسين على اساس باش تكون واحد فريق عمل اللي فيه كفاءات وراه كاين الكفاءات ربما كفاءات كاين معنا كلشي الحمد لله في هذه اللائحه ولكن كاينين حتى في المنخرطين الاخرين. اذا ما ننساوش بانه الهدف الاساسي اللي كان هو على اساس نجمعوا الكفاءات واحد اللائحه ولكن هذا التصور اللي كنا مشينا ليه النهار الاول واتفقنا عليه ما تحققش لا في الشق ديالو التدبيري والشق ديال الحكامه لانه ما تعطيناش الفرصه باش نحاولوا ننزلوا ذاك المشروع اللي هو كنا متفقين عليه راه نفس المشروع اللي كنا درجناه فيما سبق ما تعطيناش الفرصه باش ننزلوا. انتم شفتوا مثلا اللي خدينا الشق الرياضي دار واحد العشوائيه شفتوا راه عارفينه مثلا حنا كنا تندعو على اساس بانه خصو يكون واحد المدير رياضي اضعف الايميل يكون مدير رياضي باش يوجه هذوك الانتدابات القس المالي اللي خصناه الانتدابات ما تحتارمش ونعطيكم لو شيفا كنا خصنا واحد الميزانيه لهاد السنه تاع 52 مليون ديال الدرهم اللي اتفق عليه الجميع حتى المؤسسات حتى الداعمين الاساسي 52 مليون ديال الدرهم فهمنا عليه جينا في الاخر كنا وصلنا 70 مليون ديال الدرهم زاد 12 مليون ديال الدرهم وديك 12 مليون ديال الدرهم زادناش العشوائيه في الانتدابات بلا نتيجه. وانتم شنو النتيجه اليوم؟ اذا باش نجاوب على السؤال ديال السي حميد والسؤال ديال السي العلاني الاكراهات اللي كاينين هو انه ما استطعناش وما تعطاش لنا الفرصه باش نزلوا هذه الحكمه اللي اتفقنا عليها والداعم الاساسي ديال النادي وعطانا المال وعطانا طريقه تاع التدبير والارشاد المالي يعني حط لينا واحد المنظومه اعلاناتيه معلوماتيه باش ندبروا الماليه ديال الفريق ولكن مع الاسف حتى هذه المنظومه المعلوماتيه ما كانت لن تكون تحترم طرف الرئيس مباشرة يعني ذاك البون كوموند اللي كانت يدوز في السيستم الناس ما بغاوش يدوزو في السيستم يبقى يدوزو مانيوال مثلا. إذا أنتم شفتوا في فيما آلت إليه الأشياء اليوم هو أنه تخبطنا في مشاكل وتخبطنا في واحد لو ديباسمون بيجي السقف تاع الميزانية راه فرقعناه والأولويات الحسنية عندها مشاكل لا بالنسبة للديون ديالها ضخمة لا بالنسبة للنزاعات اللي تخطر فيها اليوم ولا بالنسبة للحكامة اللي كنا تنتمناها. دونك هضرت على الأخطاء ما نقدرش نهضر على مسألة الشركة اللي تلفها مع قضية الطاقة لأن اليوم هنا تنقدموا لائحة ديالنا اللي غترشح غدا إن شاء الله الانتخابات إذا هذه تخص الشركة واللي غادي نتفق مع السي حميد هو أنه سنجندوا كلشي حسنية ونرجع لسي العلاكي السؤال ديالو الأولى الطرح ديالو هو أنه نتجندو كلشي ما بقات لا شركة اليوم لا 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 لا, لا جمعية كلشي خصو يتجند الشركة المنخرطين الجمعية والجمهور هو الداعم الأساسي ديال النادي اليوم يكون مورا النادي ديالو لأنه مورا واحد الوضعية اللي خطيرة جدا. إذا خصنا نعملوا جميع ليك فليك ونخلي التفاهات اللي غيكون تفتا راه عنده الوقت باش ينزل عاد البرنامج ديالو ولكن ما هو ضروري اليوم هو كل الجهود باش ناخذوا الفريق الأول وما نمشيوش لشي مصيبة اللي ربي وخصوصا بالحرام الناس داروا فينا الثقة في الأول تاع السنة وعطاونا جميع الإمكانيات باش نتفاداو هذيك اللي حنا فيها اليوم. ونشكرهم من هذا المنبر ونشكر الداعم الاساسي الداعمين اللي كانوا ديما مورا النادي نشكر المؤسسات اللي دائما كانوا مورا النادي وانتم عارفين بانه الحسن اليوم كتشد من المؤسسات مبالغ ماليه كبيره الجهات اللي عطينا 10 مليون ديال الدرهم ما كايناش شي جهه في المغرب تعطيها البلديه رفعت السقف ديال
ديال المنحه ديالها من 2 مليون درهم حتى 3 مليون درهم ما بين اكبر المدارس تعطات الفرق الوطنيه في المغرب. الداعم الاساسي عطى 18 مليون ديال الدرهم هذا العام ولا مشات 18 مليون ديال الدرهم عطى الداعم الاساسي. عطى حافله من طراز الرفيع المدينه ديالنا نقول وما نهضروش على الدعم كما قلت على النظام المعلوماتي اللي وضعوا وحط كاع الاطقم باش يساندوا الحسنيه في هذه الوضعيه ونحاولوا نمشيو ديك الحكاميه اللي تنقلبوا عليها. اذا اليوم كل الشكر لهاد الناس هادو ونزيد الشكر للسلطات المحليه على قصد السيد الوالي اللي كيسهر على اساس باش الحسنيه تكون المقابلات ديالها كلها منظمه ويسهر ايضا على اساس باش نزيد ديك المشروع اللي حنا اتفقنا عليه يكون في محل واقع. اذا ظننت بانه جاوبت على جميع الاسئله نشكر الجميع وغتكون عندنا فرصه لاحقه الا كنا انتخبنا الا انتخبنا ان شاء الله باش نعطيو لكم الفرصه يكون واحد المساحه باش نردوا كاع على جميع الاسئله وجواج جميع الاسئله الاخوان ونرد الكلمه للسي رشيد الطه باش يختم وشكرا لكم. شكرا لكم. غير الاختصار غادي نمر على بعض النقط بعجاله الى سمحتوا لي لانه لا بد خصني نجاوب بها. اولا هذا المكان فعلا جبنا واحد البرنامج ما تمش التنزيل ديالو. اليوم احنا اليوم على اساس لاعاده تنزيل البرنامج النقطه الاولى على اساس رجعنا باش نسير. السنه الثانيه كما قال السيد حسين قال لماذا استقل؟ هذه كانت واحد الجرعه من عند الاخوان العشره اللي استقلوا لوقف نزيف الامور لاعاده الحسنيه الى الهيكله وهيكله جديده. السؤال الثاني بعض الاعضاء اللي كانوا مستقلين علاش ما كاين فهاد الدافع؟ حنا واحد الحمد لله انا بلايها اخوان ديالنا وخوتنا واللي صوت عليه المنخرط نتمناو تكون عنده هدف واحد هو الحسنيه. في الاخير رجعنا لا قد يدا لا حتى توافقنا لاجل الحسنيه. شكرا لكم.